السلام عليكم، أنا الدكتورة ريحاب صالح. إن شاء الله هبدأ معاكم أول محاضرة في مادة Test and Measurement. هنتكلم في البداية كـ Introduction to Manual Muscle Test. يعني ايه مانيوال ماسل تيست؟ مانيوال ماسل تيست بروسيجر يوزد تو ايفالويت السترينث اوف انديفيديوال ماسلز اند ماسل جروبس، يعني طريقه او اسلوب بستخدمه عشان اقيم قوه الماسلز انديفيديوالي او كماسل جروب ذات بيرفورم ذا سيم موفمنت. يبقى هو بروسيجر عشان اعمل اسسمنت للستريس. مانيوال ماسل تيست بيستخدم عشان اسس الستريس في معظم الميديكال كونديشنز، لكن ان سام نيورولوجيكال كونديشنز بيبقى ليميتد سام وات، يعني بعض الحالات العصبيه بيبقى فيه ليميتيشن ان انا استخدمه. ليه؟ نتيجه الالتريشن في الماسل تون. ايه هو المسل تون؟ التنشن ان ذا مسل ات ذا ريست، التنشن اللي موجود في المسل في حاله الريست اللي بيخلي المسل محافظه على شكلها وماسكه نفسها، ما تبقاش المسل شد قوي اقول عليها سباستيك، او الاقيها سايبه اقول عليها ايه فلاسيد. علشان اعمل اسسمنت لقوه العضله لازم الثيرابيست يبقى عنده معرفه عن الاناتومي، دي اهم حاجه، المسل اورجن وانسرشن، المسل فانكشن، لان دايما المسل مش بتشتغل باكشن واحد، في الغالبيه بيبقى ليها كذا اكشن لازم ابقى عارفاه، لازم اعرف الجوينت اللي بتشتغل عليه ايه الموشنز بتاعته، اعرف السيرفيس اناتومي المصل دي فين والتندون بتاعها فين، عشان لو انا حبيت اعمل لها ايه بالبيشن. كمان لازم ابقى جود اوبزرفر وكين اوبزرفر وعندي الاكسبيرينس ان انا ديتكت اي مينيمم كونتراكشن، لان العضله ساعات تبقى ضعيفه قوي البيشنت ما يقدرش يحرك، فبالتالي بيبقى فيه طالع منها مينيمم كونتراكشن، فانا لازم ابقى جود اوبزرفر وعندي اوبزرفيشن عاليه وعندي خبره ان انا ايه ديتكت اي مينيمم كونتراكشن خارج منها، او ديتكت الويستنج في المسل. المسل لما بتبقى ضعيفه الماس بتاعها بتبدا تقل، بيحصل ويستنج، فان انا لما ابص عليها بعيني اعرف ان المسل دي فيها ويكنس، او كمان ديتكت اي سبستيتيوشن او تريك موفمنت، يعني يبقى عارفه الاكشن الصح بتاع العضله والمفروض العضله هتتحرك ازاي، وبالتالي لو حصل تريك موفمنت يعني حركه البيشنت بيخدعني بيها او حركه سبستيتيوشن بديله ليها اعرف ان العضله دي فيها ويكنس، واعرف ان ده مش الاكشن الصح بتاع المصل. المصل تيست مهمه جدا، انا بستخدمها عشان اعمل اسسمنت للبريزنت ستيتس بتاعه البيشنت، وعلى اساس الاسسمنت هحط التريتمنت بروجرام، وكل فتره اعمل ري اسسمنت عشان اشوف الافكتيفنس بتاع البروجرام ده، هل البروجرام ليه تأثير وحصل بروجريشن ولا ملهوش تأثير، هل المفروض البيشنت عمال يتحسن فبالتالي استمر على البروجرام ده لفترة او ازود عليه ببروجرام اعلى، ولا مفيش اي تحسن فاعيد التقييم وبالتالي احط تريتمنت بروجرام جديد. قبل
قبل ما نبدأ برضو المسل تيست، في تيرمز مهمة جدا لازم نكون عارفينها. أولا يعني إيه muscular strength؟ مفيش precise definition للمسل strength، لكن في general definitions، يعني مفيش definition دقيق ليها، تمام؟ فمن الديفينيشن للمسكولار سترينث اللي هو الماكسيمم اماونت اوف تنشن او فورس ذات ماسل او ماسل جروب كان فولانتري اكزورت ان وان ماكسيمم ايفورت. يعني اقول للبيشنت اتني كوعك باقصى جهد عندك، فلما هيعمل كده الماكسيمم اماونت اوف تنشن او فورس هي دي المسكولار سترينث، يبقى هو الماكسيمم اماونت اوف تنشن او فورس المسل او المسل جروب كان فولانتري اكزورت. فولانتري يعني ايه؟ اكتيفلي، هو اللي يعملها بنفسه ان وان ماكسيمم ايفورت. طيب الرينج اوف مسل وورك او الفور رينج بتاع المسل وورك اللي هو من البوزيشن اوف فول ستريتش لغايه الماكسيمم شورتنج. Example في الالبو فلكشن الرينج اوف ماسل وورك او الفور رينج ابدا من وانا فارده ايه الالبو، فارده كوعي تبقى ايدي جنبي فرداها على الاخر، والماكسيمم شورتنينج ان الهاند تلمس الشولدر، اتني لغايه ما الهاند تلمس الشولدر. يعني مثلا الرينج اوف موشن بتاع الالبو جوينت من 0 ل 145 وبيوصل ل 160، كل ده الفور رينج بتاع الايه المسل وورك، بتشتغل في كل الرينج دوت، تمام. الفور رينج ده بينقسم الى 3 بارتس: اوتر رينج، انر رينج، ميدل رينج. الاوتر رينج من الفول ستريتش to a position halfway through the full range. يعني ايه؟ يعني انا لو قلت ان الرينج كله اللي هتتحرك فيه 180 درجة، تمام؟ الاوتر رينج من الزيرو position لغاية الكام؟ لغاية 80 درجة. الانر رينج from position halfway through the full range to الفول ستريتش شورتنينج، يعني الرينج اللي هتتحرك فيه من 80 الهاف واي لغاية 160، ده بسميه الانر رينج. الميدل رينج is portion of full range ما بين الميد بوينت اوف اوتر والميد بوينت اوف انر. ميد بوينت اوف اوتر 40 ديجري والميد بوينت اوف انر 40 ديجري، يبقى الميدل رينج من 40 ديجري بتاعت الاوتر، تمام، لغايه ال 120 ديجري بتاعت الانر، لان قلنا الانر من 80 ل 160 يبقى نصهم ايه 40، اضيف 40 على ال 80 بتاعت الميد واي يبقى كام 120. يبقى الرينج اللي هتتحرك فيه المسل من 40 ديجري ل 120 ديجري ده اعتبره الايه الميدل رينج، تمام. دي صوره كده مبسطه عشان نوضح الاوتر رينج، قلنا من الفول ستريتشنج بوزيشن تو ايه هاف واي، والميدل رينج قلنا من الميد بوينت بتاع الاوتر للميد بوينت بتاعت الانر، والانر رينج من الهاف واي لغايه الفول شورتنج. ما ننساش ان الفول ستريتش بوزيشن قصده الايه الزيرو بوزيشن. ترم مهم جدا اسمه اكتيف اند باسيف انسفيشنسي. يعني ايه؟
passive insufficiency occur when particular action is weakened أو limited، معناها إن الأكشن ما بيوصلش للفور رينج أوف موشن، لأن الأنتاجونست to the action is passively overstretched على two أو more joints. وactive insufficiency معناها particular action weakened أو limited لأن multi-articular muscle that actively performs a motion become too short to produce useful أو effective force. فعنا إيه الكلام دوت؟ example ال person الواقف ده بيعمل flexion في ال hip extension في knee. ال action ده بيعمله الفلكشن في الهيب اكستنشن في ني الريكتس فيمورس، يبقى هي بتعمل الاكشن يعني هنا اكتف في اكتف كونتراكشن كده. الريكتس فيمورس اشتغلت على تو جوينتس الهيب والني، يبقى حصل لها شورتنينج على البوز جوينت، يبقى بقت تو شورت، وبالتالي الرينج اوف موشن بتاع الفلكشن في الهيب او الاكستنشن في الني مش هيوصل للنهاية، عشان كده بنقول عليه limited. في نفس الوقت حصل stretch على الهامسترينج، لأن الهامسترينج بتعمل extension في الهيب flexion في الني، ده عكس الأكشن، فحصل عليها stretch على two joints، وبالتالي حصل limitation في الاكشن الاساسي. يبقى الرينج هنا او الاكشن ليميتد او بريفنتد انه يوصل للفور رينج اوف موشن نتيجه لاكتيف انسفيشنسي حصل بالريكتس وباسيف انسفيشنسي حصل من الهامسترنج. طيب البيرسون ده نايم برون وبيعمل extension في الهيب flexion في الني، الاكشن ده بتاع الهامسترنج، يعني هنا بتعمل active contraction. طب هي كده اشتغلت على two joint في نفس الوقت، يبقى حصل لها ايه؟ two shortening، وبالتالي الاكشن مكملش للنهاية. العكس الريكتس فيموريس، الاكشن ده عكس ايه؟ الاكشن بتاع الريكتس فيموريس، لان الريكتس قلنا بتعمل flexion في الهيب extension في الني، يبقى الريكتس هنا حصل لها ايه؟ اوفر ستريتشد، تمام؟ وهي المصل العكسية، يبقى في باسيف انسفيشنسي من الايه؟ الريكتس فيمورس. يبقى الموفمنت دي ليميتد ليه؟ يعني ليه مع الهيب اكستنشن ما وصلش للنهاية والني فلكشن ما وصلش للنهاية؟ علشان حصل active insufficiency of hamstring and the passive insufficiency of rectus femoris. isometric contraction. isometric contraction التنشن developed في المصل بس ما فيش حركة، الاورجن والانسرشن ما بيغيروش وضعهم، والمصل length constant، ده isometric contraction. يبقى في tension بس مفيش حركة في الجوينت واللينس ثابت، لأن الأورجن والإنسرشن ما بيغيروش البوزيشن بتاعهم. concentric contraction developed في المصل والأورجن والإنسرشن move closer together، بيقربوا من بعض، يعني المصل shorten، يعني الاورجن والانسرشن المسافة بينهم بتبدأ تقل. eccentric contraction tension developed في المصل والاورجن والانسرشن move further apart، يعني بيبعدوا عن بعضهم، المصل lengthen، يعني الديستنس ما بين الاورجن والانسرشن ايه؟ بتزيد. يبقى types of contraction: isometric contraction، concentric contraction، eccentric contraction. كمان المصل بصنفها
according للرول in producing movement، بقول عليها functional classification of muscle. اولا دي صورة كده مبسطة عن concentric contraction، زي ما شفنا هنا حصل shortening، eccentric contraction حصل lengthening، isometric ما بيحصلش shortening ولا lengthening، ما فيش حركة. The origin and insertion don't change the position. قلنا الـ functional classification of muscles، يعني حسب الرول اللي بتعمله علشان تأدي الـ movement. agonist، agonist معناها الـ principal muscle أو muscle group producing the motion. يبقى المصل الأساسية أو الجروب أوف مصل الأساسيين اللي بيعملوا الحركة أقول عليهم agonist، referred to as prime movers، يعني agonist أو prime movers الاتنين صح. يعني مثلا الكوادريسبس هي البرايم أو البرينسيبال مصل for knee extension، أقول عليها الأجونست for knee extension. antagonist على العكس، المuscle أو المuscle group oppose the action of agonist. يعني هنا بالنسبة للني مين الانتاجونست؟ الهامسترينج. usually الانتاجونست passively elongate as the agonist actively contract. يعني وانا بعمل elbow flexion البايسبس هي الاجونست اللي بتعمل الالبو فليكشن، في الوقت نفسه الترايسبس هي الانتاجونست للاكشن ده، بيحصل لها ايه؟ elongation عشان تسمح بالحركه انها ايه؟ تحصل. يبقى دي passively elongate في الوقت اللي الاجونست فيه actively ايه؟ contract. يبقى الانتاجونست عكس الاجونست. on the contrary اكزامبل تاني، تبيالس انتيريور بتعمل دورسي فلكشن في الانكل، هي البرايم، يبقى اقول عليها اجونست. طب مين الانتاجونست ليها؟ السوليس والجاستروكنيميس. سينرجيستس، كلمة سينرجيستس بالعربي معناها يؤازر، معناها muscles that work together to perform a particular action، يعني muscles بتشتغل مع بعضها عشان تعمل action معين. تعريف تاني ليها muscle contract at the same time as the agonist، يعني والagonist بتعمل contraction عشان تعمل movement، المuscle دي بتعمل contraction في نفس الوقت، اقول عليها synergist. في examples على synergists، يعني السينرجيست ممكن provide nearly identical activity of the agonist، تقريبا نفس الايه؟ الاكتيفيتي بتاع الاجونست، زي البريكيوراديالس بتشتغل مع البراكيالس اثناء الالبو فليكشن، يعني البراكيالس دي البرايم، البريكيوراديالس سينرجيست ليها تعمل معاها الالبو فليكشن. مثلا الشولدر ادكشن لاتيسمس دورساي دي برايم، تيريس ميجور تعمل معاها الاكشن، اقول عليها سينرجيست. طيب اوقات السينرجيست function to obstruct unwanted action of agonist، يبقى احنا قلنا انها بتعمل contraction في نفس الوقت مع الاجونست، فاول مثال بتعمل تقريبا نفس وظيفة الاجونست، هنا contract عشان obstruct unwanted action من الاجونست، بقول عليها neutralizing، neutralizing او counteracted synergist، بتعادل او بتبطل مفعول بالعربي. ازاي؟
انا لو عايزة اعمل grasping لobjects فانا همسك باللونج finger flexors، انا مش محتاجة ان يحصل wrist flexion لان اللونج finger flexors بتعمل flexion في الفينجرز وflexion في الريست. طب انا مش محتاجة اصلا الفليكشن اللي في الريست، فالريست اكستنسورز هي اللي بتمنع الريست في الايه فليكشن، يبقى اقول عليها نيوترالايزنج سينرجيست لللونج فينجر فليكسور. اكزامبل تاني، الريست ريديال ديفيشن، انا عندي الفليكسور كاربي رادياليس مع ال بتعمل فلكشن وريديال ابدكشن. الاكستنسور كاربي رادياليس لونجس بتعمل برضو اكستنشن وريديال ابدكشن. طب انا عايزه بس الريديال، اعمل ريديال ابدكشن، يبقى التو ماسلز اكت سينرجيستيكالي علشان يعملوا الابدكشن، والريست فليكشن واكستنشن نيوترالايزد، هما الاثنين يكنسلوا بعض او يعادلوا بعض او يبطلوا بعض، والناتج النهائي ريديال ابدكشن. يبقى ده نوع تاني من السينرجيست بقول عليه نيوترالايزنج او كاونتر اكتنج. في نوع تالت من السينرجيست اكت تو ستابلايز البروكسيمال جوينت فور ديستال جوينت موفمنت، يبقى هي بتثبت البروكسيمال جوينت عشان allow the desired motion at the more distal segment، بقول عليها stabilizing او fixating synergists. example، لما الانتاجونست contract المفروض ان البروكسيمال والديستال attachment هيتحركوا عشان امنع حركة المصل ان تحصل موفمنت على التو اتاتشمنت الاورجن والانسرشن والحركه تحصل، يبقى لازم واحد فيهم ثابت، يا الاورجن يا الانسرشن، ده بيعتمد في الاساس على ايه، على الاكتيفيتي. اكزامبل، انا عايزه ارفع بالالبو فليكسور اوبجكت من على التيبل انتيريور تو ذا بودي، فالمسلز بتاعه السكابولا والجلينو هيومرال لازم كونتراكت عشان ما يحصلش حركة في منطقة الاسكابلا والجلينو هيوميرال، عشان بروفايد الالبو فليكسور ويز فيكسد اورجن. ليه؟ لان الاورجن بتاع الالبو لو اتحرك وقرب هو والانسيرشن من بعض، معنى كده ان انا ايه الشولدر جيردل ده هينزل لتحت، يبقى انا مش هعرف ارفع الاوبجكت من على الايه، من على التيبل، فلازم الاورجن من فوق يبقى ثابت، فالمسلز بتاعه الجلينو هيوميرال والسكابولار كونتراكت تثبت الاورجن من فوق علشان المسل من عند الانسرشن ايه تبدا تتحرك وترفع لي الاوبجكت من على التيبل. يبقى ده نوع ثالث من الايه السينرجيست. يبقى قلنا السينرجيست ده معناها ان المسلز بتشتغل مع بعض عشان تعمل لي اكشن او بتكونتراكت في نفس الوقت بتاع الاجونست، يا اما بتعمل نفس الوظيفة الاجونست، يا اما بتعمل نيوترالايزنج او انكاونتر اكت، يا اما تعمل ستابلايزيشن او فيكسيشن. نخلي بالنا من الاكزامبل كويس قوي. طيب مسل تيستينج اسسمنت بروسيجرز، دي بروسيجر عشان انا وانا بعمل الاسسمنت للبيشنت لازم التزم بيها. اول حاجه اكسبلينيشن اند انستراكشن، يعني الثيرابيست بيشرح الموفمنت للعيان، هقول له ببساطه انا انت مطلوب منك تعمل ايه، يعني اشرح له مثلا ان انا عايزاك تعمل البو فليكشن، او امسك دراعه كده امسك الفور ارم وانا اعمل له باسيفلي الفليكشن، هقول له لما اقول لك اتني كوعك اعمل الحركه، هي دي الحركه اللي هتعملها، اعملها له باسيفلي على نفسه
عشان يعرف ان دي الموفمنت اللي مطلوبه منه. لازم اعمل ريكوردنج للسترينس اوف ان انفولفد لم. يعني انا مثلا هعمل اسسمنت للرايت البو فليكشن، يبقى قبلها اعمل اسسمنت للان انفولفد اللي هو قوي وما فيهوش اي مشكله، عشان كان السترينس بتاعه ريفرنس للايه، للسترينس بتاع الانفولفد لم. طب نفترض ان انا الاتنين فيهم ويكنس، يبقى انا بخبرتي ابقى عارفه ان في ان انا عملت قبل كده لسبجكت مثلا زيه في السايز، في الويت، في الاوكيوبيشن، ابقى بالتقريب عارفه ان المفروض السترينث بتاع المصل على الناحيتين في حدود قد ايه بالخبره. وطبعا لازم احط في اعتباري فاكتورز زي الايج والسكس والاوكيوبيشن زي ما هنتكلم بعد كده. البيشنت بوزيشن، لازم احط العيان في كومفورتبل ويل سبورتد بوزيشن عشان الحركه تبقى مظبوطه. ولازم ببدا من الايه، في الفول اوتر رينج، يعني ببدا من الفول ستريتش من الزيرو بوزيشن. لازم ابدا من البدايه واشوف هو هيوصل لغايه فين. طبعا بحط البيشنت في جرافيتي اليمينيشن، يعني وضع بحذف فيه تاثير الجرافيتي، او في وضع اجينست الجرافيتي حسب الجريد اللي انا عايزه اعملها له زي ما هنقول بعد كده. لازم اعمل جود ستابلايزيشن للاورجن بتاع المصل. ليه؟ علشان الموفمنت تطلع مظبوطه والموفمنت تطلع من المصل اللي انا عايزه اعمل لها ايه، تيست. تمام؟ لان انا لو ما عملتش جود ستابلايزيشن هتظهر لي السبستيتيوشن والتريك موفمنت لو المصل ضعيفه، مصلز تانيه او الجرافيتي تروح عامله ايه الموفمنت، فيتهيالي ان هي دي الموفمنت الصح وهي مش الموفمنت الصح. ده علشان حصل سبستيتيوشن نتيجه ان العضله ايه، ضعيفه. فالستابلايزيشن ده بتبقى بايدي، ممكن لو مثلا ناس اوبيز تمام او ميل استخدم معاه بيلت او ساند باج، طبعا احطه في بوزيشن صحيحه مثلا، وهو بيعمل هيب فلكشن هيبقى قاعد على حرف السرير في الانتي جرافيتي بوزيشن، اخليه يمسك حرف السرير. ليه؟ علشان هو بيعمل فلكشن ممكن لو هما فيهم ويكنس يضحك عليا يروح مايل بالترنك لورا، فانا يتهيألي ان رجله هي اللي بتترفع. هنا حصل تريك موفمنت او حصل سبستيتيوشن انه عمل لينينج بالترنك باكورد. فالجود ستابلايزيشن، الكوركت بوزيشن تمام، بي افويد ستابستيتيوشن اند تريك موفمنت. يبقى دي بروسيجرز مهمه جدا وانا بعمل اسسمنت للبيشنت. طيب في حاجه اسمها سكرين تيست. سكرين يعني فحص. السكرين ده انا بعمل كويك سكرين ايفالويشن للبيشنت، دي كجزء من الايفالويشن بروسيس. يعني بعمل كده اختبار سريع قبل ما اعمل ايه، specific evaluation. ده بيديني picture عن ايه حالة البيشنت، وبيحط لي اساس ان انا احط effective treatment. بداية السيرابست ايه، المفروض السيرابست وهو البيشنت داخله من الباب يبص عليه، ده من السكرينينج تيست، وهو بيقعد على الكرسي ابص عليه اشوف كل الاكتيفيتي بتاعته وهو جاي عليا لغايه ما يقعد، وبعد كده بسمع منه الهيستوري والكومبلين بتاعه. يبقى انا بعمل كده جنرال ايفالويشن عشان بعد كده هقول ايه السبيسيفيك ايفالويشن اللي انا هعملها. يعني مثلا
وهو داخل عليا وماشي، انا حسيت ان الجيت بتاعته مش مظبوطه في الرجل مثلا اليمين، ومن شكل الجيت انا هبقى عارفه ان احتمال يبقى فيه ويكنس هنا وهنا، يبقى كده انا عملت جنرال ايفالويشن. يبقى انا بعد كده ابدا اعمل سبيسيفيك، يبقى انا هقول مثلا هعمل ماسل تيست للهامسترنج، هعمل ماسل تيست للهيب فليكسورز، يبقى انا حد اخد ايه سبيسيفيك. يبقى البيربوس بتاع الماسل سكريننج ان انا اعمل كويك، احدد كده كويكلي الليفل اوف سترينس، لو لقيت فعلا ديفكت ويكنس ابدا اعمل سبيسيفيك مانوال ماسل تيست. تمام، يبقى بتديني سيمبل، هي سيمبل اوبزرفيشن للبيشنت قبل ما ابدا اعمل ايه اسسمنت، تبقى جنرال، حاجه جنرال. دايما لما اجي اعمل السكريننج اشوف كده من بوزيشن واحد في البدايه، علشان ما افضلش اخلي العيان يغير بوزيشن بتاعه فيحصل له فتيج. كمان اخليه يعمل بايلاترالي، ليه؟ عشان كومبير سايد بسايد، السايد اللي فيه مشكله بالسايد اللي هو ان انفولفد، ده لو امكن. لكن طبعا في ناس بيبقى عندهم الايه بوث سايدز فيها مشكله. الكويك سكريننج ده زي ايه؟ اقول للعيان امشي على التوز، امشي على الهيلز، ده طبعا بيتحدد من البدايه من الاوبزرفيشن قلت وهو داخل والكومبلين بتاعه، على اساس كده بحدد ايه الكويك تيست اللي هيتعمل. دي اكزامبلز بس ليها. اسك البيشن ان هو جريب الهاند بتاعتي كانه بيسلم عليا، خلاص اعمل جراس تشيك، يعني تشيك اجمالي كده بايلاترالي، اقول له ريتشنج بالايه البوس هاندز للفلور، طب ارفع ايدك لفوق اوفر هيد، طب بالبوس هاندز هات على ورا، يبقى حاجه جنرال. طب قوم اقعد من على التشير. تمام، يبقى لو لقيت ديفكت في الكويك تشيك يبقى ابدا اعمل ايه specific manual muscle test للجزء اللي انا شايفة فيه weakness او defect. طبعا في examples لكل الايه الموفمنت بتاعت البودي، احنا ذكرنا هنا حاجات بسيطة. يبقى دايما السكريننج تيست بعمله قبل السبيسيفيك مانيوال تيست، ما ننساش. نوتس، لما ابدأ المسل تيست دايما ببدأه بجريد 3، هنشرح يعني ايه جريد 3 بعدين، لان معظم الفانكشنال اكتيفيتي بتاعتنا انا بعملها في جريد 3 في الليفل دوت، ان انا بتحرك الفور رينج اوف موشن اجينست الجرافيتي، وعلى اساس الجريد 3 عملها ابدا اتقدم اعلى في الجريد او اقف وانزل للجريدس اللي بعدها زي ما هنشرح بعد كده. كمان اخلي بالي المصل ممكن تستد كمصل انديفيديوال او جروب اوف مصل، يعني مثلا فليكسور كاربي الناريس وفليكسور كاربي رادياليس ممكن اختبرهم كجروب اوف مصل يعملوا لي ريست فليكشن، لكن ممكن اعمل اسسمنت للفليكسور كاربي الناريس لوحدها بتعمل لي فريست فليكشن مع النر ديفيشن. يبقى المسلز ممكن تيستد انديفيديوالي وممكن تيستد اس جروب ايه اوف مسلز زي ما هنشوف بعدين. هنا صوره كده توضيحيه عن الانتي جرافيتي بوزيشن والاليمينيتد جرافيتي، زي هنا شولدر ابدكشن تو 90 ديجري وهو قاعد سيتنج وبرفع ايدي لفوق، طبعا الجرافيتي بتسحبني لتحت، يبقى انا كده ايه اجينست جرافيتي. طيب ده جريد وهو نايم سوباين، جريد 2 زي ما هنشرح، وبعمل ابدكشن، ده وضع ايه اليمينيشن للجرافيتي، انا لغيت تأثير هنا لايه الجرافيتي. لازم نعرف البوزيشن دي مهمة جدا علشان واحنا بنعمل الجريدنج بتاع المصل.
المسل جريدنج اوف مسل سترينث بيعتمد على 3 فاكتورز مهمين. اول حاجه الايفيدنس اوف كونتراكشن، يعني لو المسل فيها palpable contraction او observable بس ما فيش joint motion، ساعات المسل تبقى ضعيفة جدا جدا، ما يبقاش فيه اي، مش قادرة تتحرك. بس في لو انا حطيت ايدي على العضلة او التندون لقيت palpable كده، او بعيني لقيت minimum contraction detect، اوديها grade 1. لكن مفيش palpable ولا observable contraction، مفيش اي حركة، يبقى grade 0. يبقى دي اول حاجة لو في evidence of contraction. تاني factor gravity as resistance، يعني لو ال person قدر يحرك ال limb for range of motion against gravity ده grade 3. ولو عمل فور رينج اوف موشن ويز جرافيتي اليمينيشن زي ما احنا كده شفنا في الصوره اللي قبلها يبقى ده جريد 2. يبقى ده الاساس. اماونت اوف مانوال ريزيستنس، يعني الابيليتي انه يحرك البارت خلال الفور رينج اوف موشن اجينست الجرافيتي، احنا قلنا الجرافيتي دي تعتبر ريزيستنس، وكمان مودريت ريزيستنس انا هديها له، يبقى دي جريد 4. طب لو حرك الفور الافيلابل رينج اوف موشن اجينست جرافيتي وماكسيمم ريزيستنس يبقى جريد 5. طب ساعات الجريد يبقى جنبها بلس او ماينس، معناها ايه؟ لو جنبها بلس ده الاوتر رينج اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده، يبقى الموفمنت ثرو ليس ذان half of available range of motion. طب لو جنبها minus ده الـ inner range اللي هو بعد الـ halfway، movement through greater than half of available range of motion. يبقى الـ grading of muscle strength بيقوم على 3 factors: الـ evidence of contraction، الـ gravity، amount of manual resistance. هنشرح الكلام ده أكتر بالتفصيل عشان نفهم. conventional grading، كلمة conventional معناها التقليدي. يبقى أنا عندي إيه؟ الجريدز الأساسية 0 1 2 3 4 5. كل جريد numerical ليها اسم، وأول حرف من الاسم بيرمز للجريد. يعني مثلا جريد 5 أقول عليها نورمال، جريد 4 جود، جريد 3 فير، جريد 2 بور، جريد 1 تريس وزيرو. تمام؟ احنا قلنا البداية بتاعتي جريد 3، the full available range of motion against gravity. طب البيشنت عملوا اطلع للي فوق جريد 4، ذا فول افيلابل رينج اوف موشن اجينست جرافيتي اند اجينست مودريت ريزيستنس، عملوا اصعد للي بعض، ذا فول افيلابل رينج اوف موشن اجينست جرافيتي اند اجينست ماكسيمم ريزيستنس. طب هو ما عملش جريد 3، انزل الجريدز من 3 كده لغايه 5، كل ده against gravity زي الهيب ابدكشن زي ما شفنا والبيشنت قاعد. طيب ما قدرش يبقى انزل، the patient actively moves through the full range of motion with gravity elimination ده grade 2. grade 1 مفيش movement بس في palpable muscle contraction أو observable. grade 0 مفيش،
لا palpable ولا observable muscle contraction. قلنا البلس والماينس بتشير للانر والاوتر رينج، تمام؟ يعني ايه؟ احنا قلنا ان جريد 3 بيعمل الفور رينج اوف موشن اجينست الجرافيتي، يعني زي ما احنا شفنا كده الشولدر ابدكشن ل 90 درجه هو رفع اجينست جرافيتي لغايه 90 درجه، ده جريد 3. طيب لو هو التسعين درجة دي نصها 45، لو هو البيشنت عمل أقل من less than one half الأفيلابل رينج اوف موشن أجينست الجرافيتي، أقل من 45، يبقى اديله 2 بلس، ده الأوتر رينج. أما لو هو عمل أكتر من 45 أدي 3 minus greater than one half الأفيلابل رينج أوف موشن أجينست جرافيتي، 3 minus. طيب هو عمل جريد 3، هبدأ أدرج معاه أجينست جرافيتي مع moderate resistance، يبقى أديته moderate resistance مع ان هو اجينست الجرافيتي، بس وصل لاقل من 45 درجه اللي هو من بدايه الرينج لغايه 45 الرينج ده، يبقى اديله 3 بلس. طب عدى ال 45 بس اقل من الايه، من النهايه، اقول ايه؟ greater than one half available range of motion against gravity and against moderate resistance، يبقى 4 minus. طيب لو هو gravity بقى elimination، زي ما احنا شايفين وهو البيشنت نايم supine وبعمل grade 2 ده for range of motion with gravity eliminated. طب هو جاب وهو في الوضع ده اقل من 45 درجه لزان 1 هاف الافيلابل رينج اوف موشن ويز جرافيتي اليمينيشن، يبقى اديله 1 بلس. طب جاب اعلى من 45 درجه ويز جرافيتي اليمينيتد وهو في نفس البوزيشن جريتر زان 1 هاف افيلابل رينج اوف موشن جرافيتي اليمينيشن، يبقى اديله 2 ماينس. عشان احنا ما نتلخبطش احنا بدأنا بالديفينيشن اوف مانيوال ماسل تيست، يعني ايه؟ اتكلمنا عن ترمز مهمة جدا لازم اكون عارفاها عن الماسلز، اتكلمنا عن الاسسمنت بروسيجرز وانا بعمل الايفالويشن للبيشنت، وقلنا من قبل ما ابدا اعمل specific manual muscle test اعمل السكريننج تيست، وبعد كده قلنا ان muscle test grading بيعتمد على 3 factors اساسيه، وشرحنا الجريدنج اوف muscle test. factors affecting the strength دي حاجة مهمة قوي وانا بعمل evaluation للpatient، لازم احط في بالي الفاكتورز دي. الايج، كل ما السن زاد المسل فايبرز بتقل في الحجم والعدد، وبالتالي بيحصل deterioration في المسل ماس، تدهور المسل ماس بتبدأ تقل، وبالتالي الفرصة هتقل. يبقى كل ما السن بيزيد السترينس بيقل، دي حاجة طبيعية. السكس، الميلز سترونجر زان الفيميل. المسل سايز، كل ما كان الكروس سيكشن بتاع العضلة كبير greater strength of muscle.
يعني لما اعمل تيست السمول ماسل هيبقى التنشن بتاعها اقل من اللارج ماسل، يعني اكيد التنشن بتاع الريست فليكسور مش زي الكوادريسبس. شوف الكوادريسبس الكروس سيكشن بتاعها كبير، تمام، غير الريست ايه فليكسور اصغر، وبالتالي التنشن اللي ديفلوبد من الكوادريسبس هيبقى اعلى من الايه ديفلوبد من الايه الريست فليكسورز. يبقى كل ما الكروس سيكشن اكبر يبقى الاسترس بتاع العضله اكبر. الفتيج، لو البيشنت عنده فتيج يبقى الاسترس هيبقى قليل. يبقى انا لما اجي اعمل التست اعمل التست فيو ريبيتيشن، يعني عملته مره وعايزه اعيد يبقى فيو. ليه؟ عشان ما يحصلش فتيج، لان لو البيشنت عنده فتيج يبقى الاسترس هيقل، يبقى مش هيديني القيمة الحقيقية للاسترس بتاع العضلة. كمان اخد في بالي الاوكيوبيشن، البيشنت ده بيشتغل ايه، او الدوميننت لم اللي دايما بيستخدمه، كل ده بيأثر على الايه الاسترس بتاع المسلز. حاجة مهمة جدا التايب اوف ماسل كونتراكشن، نخلي بالنا منه. يعني دايما الاكسنتريك كونتراكشن التنشن اللي فيها مور زين الايزومتريك، والكونسنتريك اقل حاجه. طب ليه؟ زي ما احنا خدنا في الفسيولوجي قبل كده ان الكونتراكتايل يونت بتاع المصل اللي هي الساركومير اللي بتتكون من الاكتين والمايوسين، لما الاكتين والمايوسين يمسكوا ببعض يعملوا لي الكروس بريدجز ويحصل الفورس برودكشن، تمام. في الكونسنتريك كونتراكشن فيور كروس بريدجز افيلابل ما بين الاكتين والمايوسين، الكروس بريدجز هنا قليله وبالتالي الايه التنشن اقل. في الاكسنتريك مور تنشن. طب ليه بقى؟ الاكسنتريك الاكتين والمايوسين بيبداوا يبعدوا عن بعض، فالكروس بريدج ما بين الاكتين والمايوسين مش بتبقى سفيشنت انها تعمل تنشن، في تنشن بس مش كفايه. لكن التنشن الكبير جاي منين؟ جاي من الباسيف كومبوننت بتاعه المصل، طبقات الفاشيه اللي بتحوط المصل، زي عارفين الرابر باندز زي كده، لما اجي اجيب استك واشد عليه. فالفورس كل ما الاسترتش بيزيد الفورس برودكشن ايه هيزيد، يبقى الاكسنتريك كونتراكشن التنشن اللي فيه جايله من الكروس بريتشز مع الباسيف كومبوننت اوف ذا ماسل، عشان كده التنشن هنا ايه اعلى، تمام. يبقى نوع العضله بيأثر على الاماونت اوف فورس برودكشن او الاماونت اوف تنشن. كمان سرعه الكونتراكشن، في الكونسنتريك كونتراكشن كل ما كانت السرعه زياده الفورس اوف كونتراكشن بتقل. طب ليه؟ لان مش هيبقى فيه سفيشنت تايم للاكتين والمايوسين ان هم يعملوا كروس بريدجز، فلازم السرعه اللي انا بعمل بيها تبقى متوسطه. يبقى في اتش ماسل تيست السرعه تبقى ايه متوسطه، عشان الاو مور تايم ان يحصل كروس بريدج فورميشن ما بين الاكتين والمايوسين، فالفورس اوف كونتراكشن تزيد. لكن لو عملت بسرعه الفورس اوف كونتراكشن هتبقى قليله، عشان الاكتين والمايوسين ما لحقوش يمسكوا مع بعضيهم. انا بس حبيت اقول فكره كده عن الفسيولوجي عشان نبقى فاهمين معنى الكلام. طيب امتى ما اعملش مصل تيست؟ لو في انفلاميشن في الريجون، او لو في بين، لان البين هيعمل انهيبيشن للكونتراكشن ومش هيديني اكيوريت انديكيشن اوف مصل سترينث.
لكن انا لو في انفلاميشن وبين وبدات اشتغل على الليم ده انا هزودهم وممكن اعمل انجري اكبر. يبقى لو في انفلاميشن او بين ما اعملش مسل اسسمنت، استنى. طيب اكسترا كير وانا بعمل اسسمنت، خاصة وانا بدي مودريت او ماكسيمم ريزيستنس، اخلي بالي مع الناس اللي عندهم ايه هيستوري او ريسك اوف كارديوفاسكولار بروبلمز، عندهم مشاكل في القلب او الاوعية الدموية، ما ينفعش الريزيستنس دي تحمل لي على القلب، فاخلي بالي وانا بدي الريزيستنس. كمان لو البيشنت عنده فاتيج، لان انا ممكن ازود الفاتيج بتاعه وفي النهايه مش هيديني الاكيوريت انديكيشن اوف سترينث. كمان ناس عندهم اكستريم ديبيليتي، يعني عندهم ضعف شديد نتيجه مثلا لميل نيوتريشن، هيبقى انسان ضعيف، فخلي بالي من الريزيستنس وانا بديها له. او ناس عندهم سيفير كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز، اللي هو الانسداد الرئوي المزمن، الناس دي بيبقى عندهم مشاكل في الايه البريسنج المدة طويلة، والاير فلو اللي هو تدفق الهواء بيبقى بور، فلما حمل عليهم بسترينيوس تيست شوك عشان في ريزيستنس، الناس دي ممكن ما تقدرش تستحمل التحميل ده، تتعب اكتر. فاخلي بالي كويس قوي وانا بشتغل مع الحالات دي. يبقى احنا كده اتكلمنا عن انترودكشن عن المانيوال ماسل تيست. طيب reliability, objectivity and validity، ايه معنى الكلام ده؟ reliability is the extent to which comparable results are achieved every time a test is repeated. يعني ايه؟ مدى تحقيق نتائج مماثلة في كل مرة يتكرر فيها التست. يعني انا دلوقتي عملت التست ورحت مكرره مره واثنين وثلاثه، في كل مره يديني نفس الايه النتيجه، يبقى التست ده ريلايبل يعني موثوق فيه. او لو جه بيرسون تاني او تالت عملوا نفس التست يدوني نفس النتيجه، حتى لو كرروه كذا مرة زيي يدوني نفس النتيجة، يبقى التست ده اقول عليه ريلايبل. طب عشان التست يطلع ريلايبل يبقى لازم ايه؟ لازم الثيرابيست فولو ستاندرد بروسيجر، طريقة أساسية وصحيحة في التست. أولا ألتزم بالطريقة الصح في كل حاجة بما يخص التست. في وضع العيان، في الجريدز، في الستابيلايزيشن، كل حاجة تكون مظبوطة، واعمله بنفس الطريقة كل مرة. ولو سيرابيست تاني او كذا سيرابيست عملوه يمشوا على نفس الستاندرد بروسيجرز، ودي العيان كلير انستراكشنز عن الحركة، فده يخليه للتست ريلايبل. عندي نوعين من الريلايبيليتي، حاجة اسمها انتر ريتر ريلايبيليتي وانترا ريتر. يعني ايه انتر ريتر؟ يعني لو انا عملت التست وطلعت نتيجة وجه البيرسون تاني عمل التست، شود ارايف، لازم يوصل لنفس النتيجة بليفل اكسبتابل، ده اقول عليها انتر ريتر. انترا ريتر معناها ان انا عملت التست وجيت كل ما اكرر التست يطلع لي same result بacceptable level، يبقى بيطلع لي نفس النتائج بليفل ايه acceptable مقبول، يبقى اقول عليها intra rater reliability. يبقى كلمة reliability معناها ايه؟ موثوق فيه. تمام، يبقى التست لازم يبقى ايه reliable. طيب validity، كلمة validity معناها ان التست actually measure what is supposed to measure. يعني ايه؟
يعني مثلا في المسل تيست الثيرابيست بيقيس السترينث اوف سبيسيفيك مسل، يعني المسل سترينث التيست الفاليد ليها مسل تيست، الرينج اوف موشن الفاليد ليها الجونيومتر. يبقى كل تيست بيقيس حاجة معينة فاليد صالح ليها. كلمة فاليد معناها صالح. طب انا عشان يبقى التيست ده صالح فعلا انه يقيس السترينث، قلنا السيرابيست لازم يبقى عارف الاناتومي بتاع المصل كويس جدا، والمصلز والجوينت اللي هي بتشتغل عليه، والمصلز الايه اللي حواليها، لازم اعرف اناتومي باي ميكانكس كويس جدا عشان اعمل التيست والتيست يكون فاليد. يبقى الفاليديتي معناها ان السيرابيست ايفالويت exactly what they say they are going to do والريزلت تبقى صحيحة. تمام؟ طب objectivity معناها ايه؟ معناها ان الفايندينج او الريزلت reported من غير distortion by personal opinion او feeling، يعني بسجل الفايندينج او الريزلت من غير انحراف فيها باحساسي او برأيي، رأيي او احساسي ما يأثرش على النتيجة، اقول عليه objective، دي حاجة موضوعية. اصعب حاجة في المصل تيست ان انا اقرر ايه الريزيستنس اللي تناسب البيشنت، يعني اقول انا عايز ادي البيشنت ده مثلا moderate resistance او maximum resistance. المشكلة هنا ان ده بيعتمد عليا، ما في ما اقولش ما بقدرش اقيم مثلا ان المودريت ريزيستنس ده تعادل كام كيلو او الماكسيمم ريزيستنس يعادل كام كيلو. هي دي المشكله، عدم قدرتي ان انا بحاجه رقميه اقدر ايه احدد الريزيستنس. طب عشان نحاول ان احنا نتغلب على حاجه زي كده، لو البيشنت ويكنس يونيلاترال يبقى انا الاول بعمل assessment للايه on involved site، وعلى اساسه ده يبقى reference للinvolved site للي انا هعمله، يبقى مرجع ليا. طب نفترض ان التو فيهم weakness، يبقى قلنا زي ما اتكلمنا قبل كده بعتمد على خبرتي ان انا عملت testing لother persons مقربين لي، ابقى عارفه ان الناس دي النورمال للمسلز بتاعتهم اللي المقاربه ليه في ايه، ناس زيه عملت لهم قبل كده بالنسبه للايدج شبهه، للسكس ميل او فيميل زي بعض، للسايز والبودي بيلت، للاوكيوبيشن، ابقى عارفه ان الناس دي شبه البيرسون ده اللي عملت لهم تقريبا الاسترنس بتاعهم في الحدود ده، وبالتالي ده الريفرنس بتاعي في التعامل مع البيرسون ده. ده في حال ان انا ايه في بايلاترال انفولفمنت. اتمنى ان شاء الله يكون الشرح مبسط وفهمنا. عايزاكم تسمعوا المحاضرة بالراحة وتقروها بالراحة، وإن شاء الله بإذن الله مش هيكون في أي مشكلة. ربنا يوفقكم إن شاء الله.